خلصنا المهمة الأولى في سلام، والاتنين كانوا شاطرين جدا، واحدة وسط طلعوا والتانية مسكتها بسرعة، بس الحمد لله الموضوع كان ظريف وفي تعاون ما بين الأسر، وبابا حبيبة راح جاب ليلى، والدنيا ظريفة جدا جدا جدا. جاهزين بقى للمرحلة التانية من الأسئلة؟ المرحلة التانية من الأسئلة هتبقى موجهة للبنات، هتقولوا صح أو غلط، لو ما تعرفوش عايزة أفكركم بوسائل المساعدة في استدعاء ولي أمر أو هنغني، أوكي؟ نجهز مع بعض. حبيبة، استخدم المصريون القدماء الرمال في صناعة الزجاج؟ لا. لأ؟ غلط. صح. يعني الإجابة السؤال التاني، القمر مصدر من مصادر الضوء، صح ولا غلط يا ليلى؟ القمر مصدر من مصادر الضوء؟ صح. القمر يا ليلى يا قمر؟ غلط. غلط طبعا، هي قالت غلط. لا، لأنه هي الشمس. ماشي، نفتكر وسائل المساعدة. السؤال التالت، ليه فاطمة العين هي أسرع عضلة تتحرك في جسم الإنسان، صح ولا غلط؟ صح. برافو. السؤال لجودي، الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان، صح ولا غلط؟ صح. برافو. ماما، السؤال هنا، عدد أجنحة النحلة يا حبيبة، عدد أجنحة النحلة هم 4، صح ولا غلط؟ غلط. صح يا حبيبة. صح. متسرعة قوي. أوكي يا ليلى، عدد عظام أسماك القرش 6، صح ولا غلط؟ صح. صح؟ غلط يا ليلى. غني. طيب ماشي، متعادلين تقريبا. هنعمل بقى ايه؟ عندنا مهمه ثانيه، بما اننا اخترنا حبيبه وليلى، تعالوا بقى ايه، جودي وفاطمه، ايه رايكم؟ يلا جودي. بصوا بقى يا بنات حبيبتي، تعالي تعالي يا استاذه جودي. حضرتك يا استاذه جودي هتبقي الفريق الاحمر، وحضرتك الفريق الاصفر، اوكي؟ كل واحده تروح عند الدوريات دي. احنا دلوقتي هنخش من الدوريه دي للدوريه دي، وبعدين نجيب الدوريه دي عشان نحطها قدامنا عشان نعرف نخش جواها. لو حد اتلخبط او عمل حاجه غلط هيرجع من الاول تاني. المهم ان انتوا هنشوف مين هيوصل للقمع اسرع. أوكي. جاهزين؟ جاهزين. ريدي ستادي جو. يلا جو 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 يلا 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 جو فاطمة، بس جودي كملت منهم. برافو فاطمة، برافو برافو. شاطرة يا جوجو. معلش يا جوجو. كده خلصنا المهمة التانية، شطارة حلاوة طعامة. جاهزين طيب للأسئلة بتاعت الاختيارات؟ لا. فاكرين وسائل المساعدة؟ وسائل المساعدة. طيب سؤال لحبيبة، شيء إذا ترك في ماء مات على الرغم من أنه مصنوع من الماء، فما هذا الشيء؟ السمك، الثلج، الورق؟ السمك؟ التلج. فكري. التلج. التلج. اوكي يا ليلى، ايه هو الشيء اللي بيتحرك حوالين الشخص باستمرار وموجود في كل مكان يروح فيه الشخص، وعلى الرغم من كده احنا مش شايفينه خالص؟ برافو. من غير اختيارات يا روحي. برافو يا ليلى. فاطمه، ايه هي الاسرع في اللي جاي، المشي، الركض، الهروله؟ المشي، الركض، الهرولة؟ الهرولة. الهرولة الأسرع. الأسرع. الركض. الركض. عايزة إجابة، مشي، ركض، هرولة؟ الركض. الركض. برافو. أوكي جودي، إيه اللي أكتر ارتفاعاً، أعلى حاجة؟ السهل، الهضبة، الجبل؟ جبل. برافو، شاطرة حلاوة طعامة. برافو، بتذاكري كويس يا ماما. طيب كده نبقى وصلنا لغاية نهاية الأسئلة بتاعتنا. فاصل بقى ونرجع نعمل شوية حركة وتوازن. جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا.